لاراش أنفون كنتواجدو بشارع أخويا بن نافع بالضبط منطقة جنان باشا. كل المحلات مغلقة مع الآن الساعة كتشير إلى الثامنة، جميع المحلات مجددة. اليوم الثاني من بعد القرار ديال اغلاق المحلات ينزل. جميع الساكنة في مدينة العرائش كتوجه المنازل ديالها، الأفواج كلشي الآن كلشي كيزرب باش أنه يلتحق بالمنازل ديالهم قبل الساعة التاسعة طبقة القرار الحكومية. كلشي ملتزم بالقرار ديال حكم الإغلاق الساعة الثامنة. اليوم الثاني لا صدر القرار ديال الإغلاق. ندخلوا دابا المنطقة ديال التزيئة الخضراء مع سوق الحد. جميع المحلات ملتزمة بالقرار الحكومي بالإغلاق للساعة الثامنة. جميع المحلات مغلقة، الساكنة حتى هي كنشوفوا افواج ديال المواطنين متجهين للمساكن ديالهم باش انا تكون الساعة التاسعة يكون كلشي في المنازل ديالو طبقا القرارات الحكومية. الان هنا حدا السوق الاسبوعي هذا سوق الجملة ديال العرائش، سوق الجملة الفواكه بالجملة. جميع المحلات مغلقة. إلا بعض الأماكن هنا اللي باقي بعض المتجولين. أما جميع المحلات مغلقة 100%. على صعيد شارع عقبة بن نافع هنا هي المنطقة ديال الكودية قابل المقاطعة ديال الكودية. جميع التجار وأصحاب المقاهي وأصحاب المطاعم والعطارة مواد غذائية الكل مغلق. لاراش أنفو وجدوا أمام المقاطعة الحضرية.